يظل هو المادة الأساسية التي تدرس في كل المراحل التعليمية وتكون ثقافة للناس جميعا. بالمناسبة دي، وزارة التربية والتعليم السنة دي خدت قرار بأن يكون كتاب لواء أسامة المندوه خلف خطوط العدل في مكتبات المدارس الإعدادية والثانوية. هايل، دي خطوة ودي مهمة. خطوة يعني خطوة جيدة، وعلشان كده بقول لحضرتك إن النصر قرار. نعم. النصر قرار، وأول مرة في التاريخ اللي أعرفه تجتمع القيادة والشعب والقوات المسلحة على قرار واحد خلال الفترة من 5 يونيو 67 لأكتوبر 73. قرار اسمه استعادة الأرض، استعادة الكرامة، النصر، بس بشرط أخذ أسباب النصر. احنا خلال الست سنين من 67 ل 73 أحكمنا الأخذ بأسباب النصر. أول حاجة استوعبنا دروس يونيو 67،